هذا سائل يقول أحسن الله إليكم، صليت العشاء في المسجد مع الجماعة، ها؟ يقول صليت العشاء في المسجد مع الجماعة، وبعد ختم الصلاة قمت لأصلي صلاة الشفع، وأثناء الصلاة دخل معي رجل ليؤدي صلاة العشاء وأتم الصلاة، فهل صلاته صحيحة؟ نعم نعم تصح، تجوز صلاة المفترض خلف المتنفل أو اقتداء المفترض بالمتنفل، لا بأس بذلك. نعم.